السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان حالون، أسعد الله مساءكم بالخير. تربية الملكات مسألة مميزة يتطلع إليها كثير من الإخوان حالون لأهمية هذا الإنتاج تربية الملكات بين الماضي والحاضر، تربية الملكات على أسس علمية نستطيع من خلالها إنتاج أجود الملكات. ما هي هذه الأسس العلمية؟ وكيف نستطيع أن نميز من المنحل هذه الملكات المميزة أو الجيدة؟ فمن خلالها ينطلق النحل، ومن خلالها ينطلق النحال، ومن خلالها ينطلق المنحل. محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء مجموعة الشيخ النحل ومحبوه، أسعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. أخواني الكرام، موضوع الدروس والمناقشات التي تخص تربية النحل وإدارة المناحل، يعني تم تفنيدها وتفصيلها من الألف إلى الياء، ربما لم يتم التطرق إلى خفايا تربية النحل، ولكن مجمل ما يحتاجه النحال تم تفصيله وتفنيده بشكل دقيق وسهل ومبسط وفيما يتناول الجميع. الآن في الأخ الدكتور حيدر العوايشي تطرق إلى موضوع ملكات المستوردة وموضوع إنتاج الملكات، سيتم الحديث بشكل مسرع وعن مفصليات موضوع تربية الملكات لما لها أهمية وهي لبنة أساسية في موضوع تربية النحل وإدارة المناحل، وسيكون الحديث إن شاء الله بطريقة علمية صحيحة، لا نتحدث عن الطرق القديمة وإن كانت في وقتها صحيحة، ولكن العلم كل يوم يكتشف شيء وكل يوم نتقدم شيء إلى الأمام. وموضوع عملية التربية هي تحتاج إلى إدارة علمية وعملية في نفس الوقت، فلنبدأ بذلك إخوان الكرام على بركة الله. إخوان الكرام، أي منحل يحتاج إلى إدارة علمية صحيحة، وإذا توفرت الإدارة العلمية الصحيحة يتم تسيير هذا النحل على الطريق الصحيح والصواب. ومثال على ذلك عندما نقول خلايا حديثة جيدة مصانة فيها نحل جيد مرصود، هذا النحل له مدونات موثق، النحال متابع. نحن لا نتحدث عن الحيازات الكبيرة ولكن نتحدث عن الحيازات الصغيرة. أي شخص يقول لك أنا لدي حيازة كبيرة من النحل، فاعلم أن هذا النحل جميعه عشوائي. أما الحيازات الصغيرة تكون مرتبة لها مدونات يتم متابعتها أولا بأول، يتم الكشف عليها بشكل دوري، يتم مكافحة الفاروة إن وجدت، يقوم بتحسين المربي هذا النحل شيئا فشيئا حتى يستطيع من الحصول على الملكات الجيدة. فبالعودة إلى موضوع الملكات المستوردة، تم الحديث عنها مرارا وتكرارا بأن لا نقول بأن الملكات المستوردة غير جيدة، ولا نقول أيضا في نفس الوقت الملكات المستوردة جيدة، فهي ربما تكون في بعض الأحيان جيدة تنجح وربما لا تنجح. ولكن لماذا أقع أنا في مثل هذه الإشكال وأستورد وأشتري ملكات ليس لها رصيد وراثي أو ليست معلومة المصدر، وإنما أنا أخذ ملكات جيدة ذات رصيد وراثي جيد ذات طابع جيد من نحال متمرس متمكن صاحب علم ومعرفة يستطيع إنتاج ملكات جيدة وبأوقات جيدة وبطرق جيدة. لو ذهبنا بالنظر إلى النحل المحلية، النحل المحلية يعاني بعض الإخوان من الشراسة في هذه الخلايا. لماذا؟ لأنها أصبحت هجائن واختلطت الأنساب ببعضها البعض،
ربما زواج أقارب ثم ربما زواج أباعد، ولكن هذه الإشكاليات يعاني منها النحالين بكثرة. لماذا؟ لأنه لا يوجد مدونات ولا متابعة لهذه الخلايا، ولا يوجد برنامج انتخابي للنحال الذي يدير هذا المنحل. فمن هنا تكمن المشكلة، ومن هنا تبدأ لدى النحال. مثال بسيط على ذلك، أنا أحيز 10 خلايا، أقوم بمتابعة هذه الخلايا، لا نقول لموسم واحد أو موسمين، ربما تصل عملية الانتخاب والانتقاء ما بين هذه الخلايا إلى 3 سنوات من الرصد، حتى نستطيع التمييز ما بين الخلية الجيدة وبين الخلية الغير جيدة. ومن العلامات التي تدل على أن الخلية جيدة ألا وهي عدم التطريد، كثافة الجمع، سرعة الاستجابة للموسم، البناء الشمعي، مقاومة الآفات، مقاومة الأمراض، تحمل الظروف الجوية المرتفعة والمنخفضة، موضوع عملية التكاثر، تكون الخلية سريعة التكاثر، ذات طابع هادئ ليست شرسة، تستطيع الدفاع عن الخلية بأفرادها بشكل جيد، سلوك الصحي مرتفع جدا. هذه الخلايا يتم رصدها، وعند عملية الإكتار يتم تربية الملكات من هذه الخلايا. رغم أنها 10 خلايا، ولكن تميزت لدي خليتين، أقوم بإكتار الخلايا من هذه الخليتين الجيدات. موضوع الآخر وهو تربية الملكات. إخواني، تربية الملكات يعني هو تنقسم إلى 3 مراحل. إعداد، يعني عندما أقول أريد أن أقوم بتربية ملكات، ما هي القواعد أو الطرق أو الإجراءات التي يجب علي القيام بها ما قبل تربية الملكات أو أثناء تربية الملكات وما بعد تربية الملكات؟ فهي تنقسم إلى 3 مراحل. التدابير التي يقوم بها النحال ما قبل تربية الملكات، الشيء الثاني الإجراء الذي يقوم به النحال أثناء تربية الملكات، الشيء الثالث وهو ما بعد تربية الملكات. مثال على ذلك، تربية الملكات أولا إخوان الكرام يجب أن يكون في صندوق معزول تماما، معزول، وعندما أقول معزول يعني يجب أن تكون سماكة الأخشاب تتجاوز 2.5 سم للجوانب و1.5 سم فما فوق للأرضية، والغطاء الخارجي يزيد عن 3 سم إلى 5 سم. الشيء الآخر، يجب أن تكون هناك كثافة نحلية عالية وخصوصا من النحل الحاضن، وهناك مرعى، وهناك ظروف جوية جيدة، لا يوجد منخفضات في هذه المنطقة ولا يوجد صقيع، توفير مرعى جيد. إذا لم يكن هناك مرعى متاح، يجب أن توفر للنحل ما هو أقرب للطبيعي من خبز النحل وتغذية. الأمر الآخر، عندما يتم تربية الملكات وقمت بالتشديد عليها مرارا وتكرارا، يجب أن تربى الملكات في ذات الخلية. لماذا؟ لأن هناك صلة قرابة في هذه الخلايا، والخلايا المغذيات التي تورث صفاتها، وجد علميا بأن النحل يورث صفاته عن طريق التغذية. إذا قمنا بإحضار خلية للتنويه إخوان الكرام، إذا قمنا إحضار نحل لديه سيرة مرضية وقام بتربية ملكات لا يوجد لديها سيرة مرضية أصلا في سلمها الوراثي، هذه العاملات المغذيات لهذه الملكات ستنقل سيرة المرض المتواجد فيها إلى هذه الملكات، وينتقل عن طريق الغذاء. والمحدد الرئيسي ما بين العاملة، لماذا خرجت عاملة ولماذا خرجت ملكة، هي التغذية. فإذا كانت هذه التغذية سليمة خالية من الأمراض وخالية من المواد الكيماوية، ستخرج لدينا ملكات جيدة ذات صفات جيدة، لا يوجد فيها عيوب، سواء في العيوب الخلقية أو الصفات الوراثية. فهذه يجب إخواني الانتباه إليها جيدا. أيضا بعض الإجراءات التي تسبق عملية التربية، يذهب بعض الإخوان إلى عملية مكافحة الفارو، ويقوم بوضع مادة الامتراز أو المواد الكيماوية الصعبة الهارد كيميكال، التي تترك متبقيات داخل محتوى الخلية من شمع وأخشاب وأعسل وحبوب لقاح. هذا خطأ قاتل إخوان الكرام. يجب أن تكون التغذية نظيفة معقمة، لا يوجد فيها شوائب، لا يوجد فيها مواد كيماوية،
أيضا موضوع أن أكافح خلية من الفاروة أثناء عملية التربية، هذا خطأ فادح كبير جدا، ربما يؤدي إلى عقم. ورصدت الأبحاث العلمية بأن هناك نسبة من العقم من المعذارة التي تخرج كملكة مكتملة أثناء خروجها من البيت الملكي أو اكتمال الطور اليرقي، تخرج بأنها عذراء عقيم، لا يوجد يعني لا تستطيع العمل كملكة ولا تستطيع البيض. هذه هي كلها بسبب الإجراءات التي تسبق عملية التربية. فإخواني الكرام، موضوع التربية هو موضوع شائك ومعقد ومفرع. إذا أردنا التفصيل في هذا الموضوع، يعني عملية انتقاء الملكات هذه تحتاج إلى محاضرة، عملية تربية الملكات تحتاج إلى محاضرة، عملية الحصول على ملكات جيدة تحتاج محاضرة، الذهاب إلى موضوع آخر وهو عملية تلقيح الملكات تحتاج إلى محاضرة، يعني 4 محاضرات وكلها طويلة جدا حتى نستطيع التفنيد، ولكن بشكل مسرع إخوان الكرام حتى يستفيد منه الإخوان من موضوع المطروح الذي تفضل به الدكتور، جزاه الله كل الخير.